قلع قلع السلام عليكم. شفتم مشاهدينا الآن لحظة وصول جمال مبارك لشاحة مسجد حسن الشربطي، طبعا تأدية واجب الجنازة في الراحل النائب أحمد فتحي سرور، ربنا يرحمه رب ويسكنه فسيح جناته. طبعا وصل الآن جمال مبارك يعني إلى ساحة مسجد حسن الشربط. الآن يعني أعزائي المشاهدين، مشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم لنقل جنازة الراحل اللواء أحمد فتحي، نقل جنازة الراحل النائب أحمد فتحي سرور من ساحة مسجد حسن الشربطي. طبعا حضر الآن الأستاذ جمال مبارك. حسن الشرباطي في اتنين شرباطي، عشان رحت جبت ناس من هناك دلوقتي. انت في نوال الشرباطي، انت كده. مشاهدينا ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من ساحه مسجد حسن الشرباطي لنقل طبعا وتغطيه جنازه الراحل النائب احمد فتحي سرور، ربنا يرحمه رب ويصبر اهله. انا لله وانا اليه راجعون، ولا اله الا الله، ولا نقول الا ما يرضي الله. Thank you.
هنا مشاهدة أبو كبير ميديا في كل مكان، ما زلنا مستمرين من ساحة مسجد حسن الشربطي لطبعا يعني نقل جنازة الراحل النائب أحمد فتحي سروش. صوتك راجي هنا؟ مشاهدينا ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من ساحه مسجد حسن الشربطي لنقل طبعا جنازه الراحل النائب احمد فتحي سرور. مشاهدينا ومشاهدي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان، دي كانت تخطيطنا من ساحة مسجد دي كانت تخطيطنا اعزائي المشاهدين من ساحة مسجد حسن الشربطي، وكان معكم محمد شلتوت. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.